معقد جدا، 70 فهرس نايل. اي كلام بتقوليه في اي حته وخلاص. فهرس نايل اسمها فهرس تايل يا ماما. تعرف لو درجه الحراره ارتفعت عن 70 الناس ممكن تسيح، زي ما حصلت الحادثه دي قبل كده في البلد الاوروبي اللي اسمه ايسلاند. طب انت عارفه اصلا ايسلاند دي يعني ايه؟ ملهاش معنى طبعا. يعني هي مصر ليها معنى؟ يا نهار اسوح، طبعا ليها معنى. مصر ام الدنيا معروفه قوي. لكن ايسلاند دي بقى اساسا اسمها ايسلاند ترجمه لارض التلج. معقوله الناس تسيح فيها؟ انت عارف اكتر حاجه بتنرفزني فيك ان انت بتفتي وانت مش فاهم حاجه اصلا. ايسلاند دي سموها ايسلاند علشان الناس كانت بتسيح في الحادثه الفظيعه، والناس هناك كان نفسها يبقى بلدها فيها تلج فسموها ايسلاند. يعني ايه اسمها ايسلاند بعد الحادثه؟ منك لله يا رمزي، بوظت الحيله كلها. عادل انا ماليش دعوه، انا مش هعيش من غير تكييف في البيت. تكييف؟ وانا اجيب لك تكييف منين؟ اجيب لك فلوسه منين يا سيدي؟ ده ام ميرفت، ام ميرفت جابت تالت تكييف ليها على التوالي. ايه ده، ام ميرفت بقت هاتريك؟ جابت واحد في الصاله وواحد في اوضه النوم. اكيد التالت جه في العارضه بقى. لا التالت في الحمام. ايه ده، ما حطيتش واحد كمان في البلكونه؟ حد في الدنيا يحط التكييف في البلكونه؟ يا عم مدام ربنا كريمها الحمد لله بثلاث مكيفات، تحط واحد في البلكونه تجيب طراوه للناس اللي ماشيه في الشارع عادي يعني. وبقى يا عادل انا ماليش دعوه، العماره اللي احنا ساكنين فيها بظت لبره من كتر التكييفات اللي فيها، الا شقتنا الشقه الوحيده اللي لسه ما بظتش عشان ما فيهاش تكييف. بص يا رانيا يا حبيبتي، احنا شقتنا بظت لجوه الحمد لله من كتر الناس اللي فيها. وبصي بقى يا رانيا، بعد كده مش هجيب اي تكييفات، لان التكييفات دي بتكلفنا كهربا كتير، كفايه قوي ان الزباله على الكهربا. هنعمل كمان التكييفات على الكهربا. هي الكهربا هتستحمل ايه ولا ايه؟ بصي يا رانيا، درجه الحراره البارده بتقلل طاقه النكت والهرت والخناق بين الافراد في البيت، عشان كده لو تلاحظ ان احنا في الشتاء خناقاتنا بتقل بشكل ملحوظ جدا صدقني. خلاص يا حبيبتي، اوعدك ان شاء الله الشتاء اللي جاي اخلي خناقاتنا زياده باذن الله. على فكره بقى، الكلام ده اللي قالته البحوثات الاخرانيه. سامح عبد الرازق، الشهير بسامح فريون، مندوب شركه ايلاند للمكيفات. مكيفات؟ ايه ده؟ يا عادل، هو الكيف بقى يتباع علني كده خلاص؟ بس يعني احب حضرتك اخد فكره عن الاسعار. عندنا ثلاث احجام، حجم صغير، حجم متوسط، وحجم كبير. على اساس ان، طب ما عندكوش يعني على طول بقى متوسط صغير كبير؟ والله في كل الاحجام. ايه يا عادل، في كل الاحجام؟ انت عايز الحاجه دي لمين؟ لرانيا يا سيدي. رانيا؟ يا خبر ابيض. طب وياسمين بنتكم؟ ياسمين بنتكم مش خايف عليها يا عادل؟ وده حصل من امتى ده؟ امبارح قالت لي خلاص مش قادر اعيش من غيره. ده كله من اصحاب السوق. انت هتقول لي قعدت مع جارتنا لقيتها مبسوطه بالمكيف عايزه تقلدها. من اهم مميزات مكيفاتنا انك هتحس انك قاعد طبيعي، مفيش اي تغيير في الجو حواليك، وطبعا هتبقى مبسوط. اكيد طبعا، اكيد هبقى مبسوط. اهم حاجه انا عايز بس حضرتك يعني ايه، حاجه سعرها مهاوي. ايه ده ايه ده ايه ده عادل، ده وعايز تبقى مبسوط انت كمان؟ عايز يا عادل؟ وفيها ايه يا ابني، المكيفات بقت ماليه البيوت كلها، وخصوصا البيوت المحترمه. المحترمه؟ يا خبر ابيض، وكل السنين دي كلها وانا فاكر الاحترام غلط؟ انا على كده بقى واطي. انت من غير كل السنين دي كلها انت واطي يا رمزي. ايوه ما تندهش، انت واطي. المهم حضرتك يعني اخد فكره بقى عن الاسعار. ده حسب النوع، في عندك الياباني والصيني والامريكاني، بس الاقوى الالماني. لا لا لا، ده حضرتك كده يعني شكلك كده يا تلموس، لان اجمد حاجه المغربي، وبيجي بعد كده البلدي. يخرب بيتك، مغربي ايه ولبناني ايه؟ انت عايز تسلمنا يا اطلع بره، اطلع بره بره. والله انا بلغ عنك. انا اسف جدا حضرتك للي حصل ده يعني. لا ابدا مفيش حاجه. طب حضرتك النظام التقسيط عندكم ايه؟ اتفضل. في عندنا قسط على 3 سنين، وقسط على 5 سنين، وقسط على 10 سنين. يا 3 سنين هيبقى صعب بالنسبة لي، 5 سنين برضو هتبقى مشكلة، بس ما عندكوش بقى على 10 سنين؟ ايه ده؟ ده أكيد الراجل بتاع التكييف. التكييف جه، التكييف جه. مساء الخير. أهلا وسهلا يا باشمهندس، كلنا في انتظارك، اتفضل. من هنا يا باشمهندس، من هنا.
ثانيه واحده يا اسطى من هنا اتفضل تعالى معايا. اصل انا مامتي ضغطها عالي وبتتحر بسرعه وبتسيح مننا، فانا عشان التكييف لازم يدخل لها اوضتها. اتفضلوا. لا 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 استنى استنى انت وهو استنى استنى يا باشمهندس، ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ اسمعوا بقى كلكم، الاوضه دي من فضلك يا باشمهندس، الاوضه دي الوحيده اللي ما فيهاش شباك، وانا خسيت النص انا وولادي من كتر ما انا في ساونه ما اقدرش. ساونه؟ هو انت تخنتي وربربتي يا حبيبتي لما جيتي نمتي عندنا وكلتي عندنا؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا بتسمعوا كلامها؟ انتوا رايحين فين؟ تعالوا من هنا، التكييف ده جابه ابني حبيبي عادل، مش كده؟ طبعا يا ماما طبعا، اكيد يعني ده انا جايبهولك مخصوص عشان لما تيجي تزورينا باذن الله اشغلهولك، اتفضل يا باشمهندس. ايه ده؟ مستخسر فيا حتة التكييف؟ لا يا ماما طبعا معقولة، مفيش حاجة تغلى عليك، إن شاء الله أول ما أخلص قسطه هجيب لك واحد جديد. امتى يا عادل؟ مفيش، كمان 10 سنين على طول. بعد 10 سنين يا بابا اكون اتجوزت واخلي جوزي يجيب التكييف ويحطه في اوضه تيتا. ايه ده؟ ده على اساس ان انت هتجيبي جوزك يقعد معانا هو الاخر ولا ايه؟ يا باشمهندس يا باشمهندس احنا تعبنا ونفسنا اتقطع من الوقفه، يا ريت تتفقوا وتخلصونا هنحط التكييف فين؟ اسمع كلامي وخش على الاوضه دي واتكل على الله. يلا يا باشمهندس يلا. بحسره قلبي على نفسي مفيش حد واقف جنبي. معلش يا مامتي حبيبتي ما تزعليش، هديكي الهوايه، اقول لك هخصص لك كل يوم ساعه جوه في التكييف. اسمعوا يا جماعه احنا دايما بنمر بالموقف ده ومع الخبره عرفنا الحل، والحل سهل وبسيط. يا سلام، يعني الشيلن ده هو اللي هيسقع علينا الشقه كلها؟ احنا هنعمل قرعه وهي اللي هتحدد مين اللي هياخد تكييف. انا اختار الملك. وانا اخترت الكتابه. وانا ايه لو اتعلق في الهواء يبقى انا اللي كسبت ولا ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. بقول لك يا باشمهندس ما عندكش شيلن بثلاث وشوش؟ انت فاكرني حاوي؟ لا 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 لا، موضوع القرعه ده ما ينفعش اصلا، ده كلام فاضي. ايه اللي كلام فاضي؟ موضوع القرعه ده، موضوع القرعه ده بيحل مشاكل كتير. اتفضل يا باشمهندس شوف شغلك. طب نيجي بكره يمكن تكونوا اتفقتوا. عارف لو جيت حضرتك بعد 10 سنين بعد ما اخلص القسط هتلاقينا واقفين نفس الوقفه. انتوا مالكوش غير اقتراح الشله. وهو ازاي بس هيفضل متعلق في الهواء يا عادل؟ استني بس يا رانيا. اتفضل يا باشمهندس. الشله ما نزلش يا جماعه، اتعلق في النجفه. بتبركلي على ايه يا عبيطه؟ ما انت بتنامي معانا في نفس الاوضه. لا وانا هنام مع بابا وماما في الاوضه. بصي يا حبيبتي مش هينفع تنامي معانا في اوضتنا انا وماما، عشان انت من صغرك ما تعودتيش ان انت تنامي في التكييف، ممكن تعي. يا سلام. ما بالريموت من عندك ده اهو، حاولي توطي التكييف ولا اعملي اي حاجه. وطيته كذا مره مش عايز يوطى، مش عارفه الريموت ماله، عمال يعلق زي ما يكون راكبه عفريت. طب ما تحاولي تطفيه خالص، تطفيه خالص. ما تحاولش ما تحاولش، مفيش فايده، مفيش حل غير ان انت تطلع تقفل سكينه الكهرباء من بره. معقوله يا ناس الواحد يبقى متلج كده في عز الولعه؟ كلم الزفت اللي انت جبت منه التكييف ده يجي يصلحه. بحاول اكلمه اول ما لقيت التكييف اتهبل كده والراجل قافل موبايله، وقعدت تقولي بس ايسلاند ايسلاند، اهو بقينا في ايس هوم اهو. مش وقته دلوقتي، احنا هنعمل ايه؟ هننام ازاي في الايس روم دي؟ قومي هات البطاطين هات البطاطين هات البطاطين بسرعه 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 بسرعه. قاعدين في التكييف متهنيين. يا بختيهم، واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر. قاعدين في التكييف متهنيين واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر. بعد ما رضعنا وكبرنا وجوزنا يرمونا الرميه دي. لا لا بقول لك ايه، ما تلوميش بنتي ابدا، الركع على الراجل هو اللي مسؤول. لا يا اختي، تلاقي بنتك هي اللي وزته وكلت دماغه. وبعدين يا انعام انا زعلانه، احنا هنفضل قاعدين كده حرانين وساكتين ومذلولين. بقول لك ايه، تيجي ندعي على التكييف؟ فكره. يا رب التكييف يبوظ، يا رب يا رب التكييف يبوظ ويتحروا يا رب يا رب. امين. الحمد لله الحمد لله. انا دعيت انعام، انا زهقانه وحرانه وقرفانه ومش قادره اسكت. طب بقول لك ايه،
تيجي نشتمهم من ورا الباب؟ نشتمهم بس بهدى، لو شتمناهم برضه مش هيطفي نارنا. واحنا مش ناقصين نار وحر. انعام بقول لك ايه، تيجي انا وانتي نشتري تكييف؟ وهنجيب فلوسه منين؟ فلوس ايه، احنا مش محتاجين الفلوس، احنا نشتريه بالتقسيط. ايوه، انتي تدفعي نص القسط وانا ادفع نص القسط. اوكي متفقين. الحر اللي هجم مره واحده ده، الله لا 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 لا، معقوله مع التكييف والواحد يعرق كده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا حاسس ان انا عطشان وفي سراب في الاوضه. التكييف ده بقى، التكييف ده ايه بقى؟ حله الوحيد ان هو يترمي بقى، ولا نعمل فيه ايه؟ انا كرهت التكييف، ما كنا قاعدين من غير تكييف. حبيتك بص يا حماتي، احنا بعد ما قضينا ليله انا ورانيا في التكييف الهايل يعني، اكتشفنا ان احنا هنبقى انانيين جدا يعني لو عشنا طول عمرنا في التكييف، ففكرنا ان حضرتك انت ونجلاء يعني تبيتوا النهارده مكاننا بقى وتستمتعوا بالتكييف، وانا ورانيا نقعد في اوضتكم شويه. يا حبيبي يا عادل، انا فعلا طول عمري بقول ان انت حنين علينا. يا سلام يا عادل، بتبدي حماتك عن امك. طبعا حماته واكل عقله بالتكييف يا ماما، خليها تنفعه. واحنا ما بنقدرش على زعل حضرتك ابدا يا حماتي يا حبيبتي عينيا، والله شوفي والله ما حد نايم في الاوضه غير حضرتك. هو احنا هنا غير انت كده؟ يلا يا سناء يلا ننام في التكييف. يلا ماما بلاش يا ماما، انت مش حمل بهدله. انا الاوضه دي مش هدخلها خالص. ليه بس كده يا طنط؟ ما دام ما جاتش من ابني يبقى ما تلزمنيش. شفتي يا انعام يا حبيبتي، ادي اخرتها اهو، احنا نربي ونكبر ونتعب فيهم وفي الاخر مش عايزيننا نخش نتهنى بالتكييف شويه. ماما بصي يا ماما، بجد الاحسن لك ان انت تباتي ليله في تخشيبه وما تباتيش ساعه واحده بس في التكييف. بقول لك ايه يا مجيده يا اختي، احنا نعمل زي ما اتفقنا، نشتري تكييف شرك، انت تباتي فيه يوم انت ونجلاء، وانا وبنتي حبيبتي يوم. انا ما عنديش مانع وموافقه. طب يا جماعه، ما دام اصرتوا ان انتوا تشتروا تكييف، بلاش تجيبوا من الواد سامح النصاب الطويل ده. شوف الخبز واللقم، شوف الخبز واللقم بتاع ابنك، انت مخلفاه ازاي ده؟ عايز يتبسط هو في التكييف واحنا لا. والله فكره سناء، ايه رايك يا سناء تيجي انت تبات النهارده في التكييف؟ لا يا اخويا لا. لا انا هبات في التكييف بتاع مامتي. صح يا ماما؟ صح يا حبيبتي. أخش بقى أنام أنا جوه في التكييف. رانيا ما تخشي تشوف لنا الجو كده، صيف ولا شتاء؟ السلام عليكم. ازيك يا رانيا؟ ايه اللي مقعدك لوحدك هنا؟ مش قاعدة جوه في التكييف ليه؟ قال الأقساط صحيح أخبارها إيه؟ خريف، والصبح كانت بتمطر. بتمطر؟ أكيد التكييف كان بينقط. مالت له 4 جرادل. يا نهار أبيض. طب وبقية الناس فين؟ قاعدين جوه في التكييف. معقولة يا رانيا؟ ده زمانهم دلوقتي ساحوا أو اتجمدوا أو ما شوفهم. استنى بس يا عادل، دول قاعدين في الأوضة دي، أصلهم جابوا تكييف جديد. إيه؟ تكييف جديد؟ طب ليه خليتيهم يجيبوا من سامح النصاب ده بس؟ ما هم ما جابوش من سامح النصاب، جابوا من واحد من طرف سناء. مبروك التكييف يا سناء. الله يبارك فيك يا عادل، عشان الناس اللي كانت بتتنطط امبارح يتبطوا ويسكتوا. و جبتيه بكام بقى التكييف ده يا سناء امال؟ على 15 جنيه كل شهر،
على 20 سنة حابة أسددهم المعاش إن شاء الله. طب بس أكيد يعني أخذ منك فلوس كتير أو في تركيب. أبداً ولا مليم يا عادل، أصله معرفة. وشغال كويس؟ زي الفل. سناء يا حبيبتي والنبي خديني أبيت معاكي النهاردة في التكييف. بقولك يا رانيا، ما تشغلوا تكييف أوضتكم. انت ليه يا حبيبتي تستخسري في نفسك؟ هل ما ندفع معاكم الفاتورة بالنص ما تلاقيش؟ شيلي ايدك عادل، ماليش دعوة، اتصرف. انا هفطس حسيح يا عادل. كلم اللي اسمه سامح ده. ما انا بحاول اكلمه. ايوه دول حبيبي دول. عايز ايه؟ ايه يا دولا؟ بص بقى يا عم، احنا الحال في البازار واقف بينا خالص بسبب الحر اللي احنا فيه ده، فانا ولا في بيع يا عم ولا شراء يا عم. بص، فقلت بقى انا فكرت يعني، قلت اروح عند دولا حبيبي اقعد عنده في التكييف ولا حاجه ساعتين ثلاثه كده لبكره الصبح. من عينيا الكبير، من عينيا. يا سلام، وانا افتيك الساعه اما انت تجيلي عشان تقعد عندي في التكييف. ده اليوم اللي انا بتمناه. ده انت مش بس صاحبي، ده انت ابن عم يعني، ولود عم. ولود عم. اصيل يا دولا. وبعدين ده انت افضلك كتير قوي عليا. ده انت يعني لولا ذكائك ما كنتش هبقى في التقدم اللي انا فيه لدرجه ان انا اجيب تكييف اوضه النوم. انت يا ابني ربنا بيحبك، انك يعني ربنا رزقك بواحد زي كده. ربنا يخليك يا دولا، اخيرا عرفت فضلكوا عليا. اما فضلنا عليك عارفينه طبعا. يا سلام، اتفضل اقعد. وكمان ايه، هقفل عليك الباب من بره عشان ما حدش يزعجك، وتعتبر نفسك يا عم النهارده اجازه. النهارده عيد التكييف الدولي. ربنا يخليك يا دولا. لا مش لدرجه. بوس. اتفضل حضرتك. اتفضل. انا والله مش عارف اقول لك ايه. لا ما تقولش، خش بس. هي دي الاوضه؟ ايوه خش. بس كده دلوقتي احس ان الفلوس ما راحتش في الهوا. عليك يا عادل، ايه اللي انت عملته ده؟ انت عارف انت عملت ايه؟ حرام عليك يا عادل. سيبيه، خليني اخلص شويه من اللي بيعمله فيا. يا دولا، يا دولا، افتح الباب يا دولا. انا مش عارف انا حران ولا بردان ولا ايه بالظبط. يا عادل حرام عليك، يا عادل حرام عليك، هتموته يا عادل. هيسيح. سيبيه سيح. يا عارفه اللبن بيعقموه ازاي؟ بيقوموا مدخلينه على سخن، وبعدين يطلعوه على سائع، وبعدين يدخلوه على سخن، وبعدين يطلعوه على سائع لغايه اما يتبستر. انا عايزه بقى ايه، يطلع لي لبن زبادي. اتفضل يا استاذ. ماشي، سلمنا على المعلم. يا وصلنا. اهلا اهلا يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ انا لسه جاي من البيت دلوقتي يا استاذ عادل، وكشفت على التكييف. اخباره ايه بقى؟ التكييف بايظ. طب ما انا عارف ان هو بايظ. يعني بايظ من ايه حضرتك؟ نتيجه سوء الاستخدام، وده واضح من الريموت، وبعدين كان شغال طول اليوم. ما حضرتك تكييف لازم يبقى شغال طول اليوم. ايوه بس مش حبه سخن وحبه ساقع، وبعدين في كتالوج بيوضح ازاي تستعمل الجهاز. ايوه ما حضرتك، انا شفت الكتالوج، الكتالوج مكتوب بالصيني. طب وايه ذنب الشركه اذا كنت حضرتك ما بتعرفش تتكلم صيني؟ يا سلام، يعني انا لازم اخد كورس صيني قبل ما اشتري المكيفات بتاعتكم؟ اللي عايز يحافظ على الجهاز بتاعه لازم يعمل كده. ايوه يعني ايه ده؟ اتفضل. هذه ضحيه من ضحايا التكييف بتاعته. اهو اتفضل. له فاهم هو حران ولا سقعان؟ ده تحاول. يا نهار اسود، نعمل له ايه دلوقتي؟ نعمل ايه حضرتك؟ ارميه وهات واحد تاني. ارميه؟ والله فعلا حتى لو رميته وما جبتش واحد تاني انا كسبان برضه. الشركه عندنا عامله عروض جديده، تدفع 19 جنيه قسط على 20 سنه. لا يا دولا اهو يا ابني. دولا اوعى تدفع ولا مليم، احنا محتاجين فلوس عشان تعالجني بيها. تعالجك بيها؟ الشركه عندنا عامله عروض علاج ضد امراض التكييف وبالتقسيط برضو. والله صعبان عليا يا ابني برضو. طيب بكام القسط بتاع العلاج ده؟ 50 جنيه في الشهر على 20 سنه. عالجني يا عادل. عالجك ايه؟ بيقول لك 50 جنيه في الشهر على 20 سنه، يعني اقعد اعالج فيك 20 سنه؟ لا حضرتك، الاقتراح بتاعك النرميه ده افضل كتير جدا. هات لنا بقى تكييفين من ابو 19.
عالجني يا دولا عالجني. استنى يا ابني اعالج فيك ايه؟ اعالج حولك ولا هبلك ولا عبطك؟ لا 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 نرميه نرميه، روح ارمي نفسك قدام اي مستشفى حكومي. مستشفى حكومي عادي. يا سلام، وانا هبقى احن عليك من الحكومه. ازيك يا استاذ منير؟ عبد الله عبد الله قامس يا زيد قامس، والله ليك وحشة يا راجل. وانا لحقت اوحشك يعني يا استاذ منير، ده يعني حضرتك كنت عندي امبارح بالليل في البيت يعني. يا استاذ عادل، انا بقالي 15 سنة بوزع بضاعة لكل البازارات في مصر، ما لقيتش لا اجدع ولا انزه منك. تكون الفلوس هتكون عندك السبت، تكون عند السبت ونعم الرجال. ده أقل واجب يعني، حضرتك طبعا ذوقك مغطينا طول الوقت يعني. تلاقيك مستغرب ان قلت لك نتقابل في القهوة الافرنجي دي. اه والله مستغرب، وخصوصا ان حضرتك اول مرة تخرج برا مصر يعني. دمك خفيف. انت ايدك تقيلة قوي. خلينا في موضوعني، انا لما كنت عندك امبارح بالليل يعني لمحت الست المبجة لحماتك. لمحتها بس ولا؟ مش هزر معاك تاني، اقعد بعيد عنك بقى خالص. انت عارف يا استاذ عادل ان انا راجل محترم ومؤمن ان اقرب مسافة بين نقطتين الخط المستقيم، وعلشانك ده انا طالب القرب منك في حماتك. استاذ منير يعني حضرتك جمايلك طول الوقت عماله بتزيد بتزيد، مش عارف اعمل لك ايه يعني. جمايل ايه يا راجل؟ دي ست كمل. جمال ايه ورجت ايه وشياكت ايه؟ يا سلام، كل ده من لمحه واحده بس. اوعى اوعى خلص الجواز. المهم انت فاتح الست حماتك في الموضوع ده ومستني منك الرد بكره. هو صعيدي اه بس مودرن يعني، وما شاء الله بسم الله ما شاء الله عنده فلوس بالكوب. الله اكبر. ايه ده؟ لحقت تخافي عليه؟ لانكم بتاخدوا رايي، فانا شايفه ان الراجل الصعيدي بيتميز بكونه راجل قبلي، بلس ان هو دائما بياخد باله من الانثى بتاعته خاصه في فصل الصيف. فصل الصيف ده على اساس يعني ان فصل الصيف الانثى بتبقى راقده على البيض؟ انتوا ليه ما دخلتوهاش الزراعه قسم حيوان الست دي؟ يا سلام اتريق اتريق. بس على فكره بقى، مامي مش ممكن توافق على حد غير لما تقوم بدراسه شخصيته دراسه محكمه. Shut up you. قاعد بقول لي هو قالك يعني؟ هو يا ستي قال يعني ان هو لمحك وانت معديه يعني. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ مامي من شرب يو شرب. بقول لك خالص انا ما كنتش عارف انك مصيبه كده يا عادل. طيب هو يعني لمحني ازاي؟ لمحك ازاي؟ ده انت شربتي 3 شاي في نص ساعه ورايحه جايه رايحه جايه قدامه يعني، وبعدين مش راضيه تعدي من ورا الترابيز، بتعدي له من قدام التلفزيون. طبعا مامتي من النساء التي تتميز بالخطط الخماسية المحكمة حتى تصل للهدف في أقرب مدى. مش عارف والله يا رانيا، أنت بتقولي كلام أنا مش فاهمه خالص يعني، لكن عموما أقول له إيه بقى؟ أقول له أوكي؟ اخص عليك يا خسارة تربيتي فيك. ايه يا ماما بس في ايه؟ الراجل اللي انت عرضته على حماتك وهي فضلت تتحنجل لحد ما طب فيها. طب وفيها ايه بس يا ماما؟ الراجل كبير اصلا ما ينفعش لسناء. سناء ده ايه؟ انت قصدك عشانك يا ماما. يا ماما احنا هنعيده تاني يا ماما. وفيها ايه يا ماما؟ فيها ايه لما نعيده تاني وتالت؟ ما انا لسه حلوة في عز شبابي. خلاص يا ماما اوعدك المره الجايه هنزلك الملعب. انت بتضحك عليا. لا ما بضحكش عليك، بس انت تسخني. اسخن؟ طمني يا استاذ عادل. يا استاذ منير ما تقلقش خالص، هو اللي في وضع حضرتك يقلق من اصله يعني؟ موافقه؟ ايوه مبدئيا موافقه، بس حضرتك يعني محتاج تليين شويه. تليين؟
هو مطور عربية ولا ايه؟ لا برضو يعني الست لازم يعني تتعرف عليك وتختبر شخصيتك وكده يعني. بقول لك ايه يا استاذ عادل، انا هاجي على الجواز على طول، احنا مش عيال صغنطتين، انا هجيب المأذون معاي نكتب واسحبها امشي. تسحب ايه يا جاموسه؟ ما لازم برضو الست تحس بروستها، تحس ان انت مدلوق عليها فتقوم مديالك ريق حلو، تقوم مدلوق انت اكتر فتقوم ميلالك شويه، تقوم انت بقى مدلوق اكتر ومخرق الدنيا. مغرق ايه وامسح ايه؟ يعني بدل ما اخش عليكم ببوكيه ورد اخش عليكم مسحه؟ يا رورو هاتي لي الخياراتوس. اوكي يا مامي بقطعه. هات لها يا رورو الخيار، يظهر العريس بيحب السلطه. مالكوا يا حبايبي واقفين كده ومدغزين ومولعين نار ليه؟ من القرف اللي حطاه على وشك. سيبيه على وشها، على الاقل نتحرم منه شويه. هتتحرموا منه على طول. دي مامي وشها زي القمر اساسا، انتوا مش عارفين لما العريس شافها قال ايه. أحس بالسعادة وقال: هذه هي المرأة التي سوف تعيد لي شباب الذاكرة من جديد. رانيا. بالأمارة جوزها اللي هو أبوكي طفش منها. بابا كان عيان يا طنط. عيان بالنقطة. دي مش تجيب نقطة يا ماما، دي تجيب 80-90 مليون نقطة. موتوا بإذكوا. على الأقل هو الوحيدة اللي في البيت أعجب بيها هو أنا. عشان بيحب الأثرات، بيحب ال تحفة فنية، تحفة رائعة الجمال، تحفة سوف يعلقها على الحيطة أو يدلدلها من السقف أو يربطها في رجل الترابيزة. إدي ده الكلام المناي اللي بتقوليه ده يا حبيبتي. لا لا، كفاية إنه الراجل غني وهيعيشني أنا وبنتي ويستتنا لغاية ما يكتشف طبعك المنايل وبعدين يطفش. شوف الغيز والحقد يا ربي، مش معقول. على الأقل هكون تلاتة بشقة وفلوس المعاش بتاعتي هكون مدكناها في البنك، برضو هعيش مالكة. مالكة الشحاتين. هو انت فاكره نفسك انك هتقبضي المعاش بعد ما تتجوزي؟ ليه يا ماما ليه بتنبهيها؟ سيبيها تلبس في الحيط ويتقطع المعاش. ايه مفيش معاش؟ هتقطع عني المعاش لو انا اتجوزت؟ لا لا، اسمعوا بقول لكم ايه، دي الفلوس بتاعت المعاش دي انا هحطها في البنك وهدكنها عشان اعيش بقى بريحة. لكن طلع هو وحش طلع حلو، برضه هعيش ملكة وهعيش بالفلوس اللي انا دكناها من المعاش. لا يا امي لا، صعب اي راجل في الدنيا مهما ان كان قدراته يشوفك ويقدر يستغنى عنك، فانت سيدتي المرأة المكتملة. اكتملت ايه ونزلت ايه؟ I can't over my dead body. ان انا اعيش من غير المعاش جميل، ما اقدرش انا اموت. المعاش ده مهم جدا في حياتي. بقولك ايه، قوم اعمل لنا كوبايتين شاي نعدل دماغنا. لا يا ماما، اعمل كوبايتين شربات عشان جوازة مجيدة وقطع المعاش. عندي حل اثبت كفاءة مع كل صحباتي. ايه هو؟ قوليه بسرعة. اتجوزيه عرفي. يا نهار ابيض، انت كنتي اسكتي انت بس بقى والنبي يا رانيا. ها كملي. بس بشرط هتخلي معاكي الورقة والنسخة الاصلية، ولو اتنطط قدامك اياكي تديها له، ما تعمليش زي البنات العبط. طب افرضي طاقة المعاش عارف ايه؟ وهيعرفوا منين بس؟ دول هما ورقتين خفاف، واحدة معاكي وواحدة معاه، ولا مأذون ولا أي حاجة ولا كلام من ده، والمعاش هيفضل شغال زي ما هو. يا بنت الإيه يا نجلة، دي أفكار بقى كده. لا لا لا، العيلة دي اتجننت رسمي. مامي اوعي تطوعيها في موضوع الجواز العرفي ده. بس بقى والنبي خليك انت كده في الهبل اللي انت فيه ده، يا ريت تطلعي كده نص أختك. بطلي قطل يا حماتي، الراجل قاعد مستني بره. طب استنى شويه بس لما اثبت نفسي عادي. دي ظبطي نفسك ايه بس يا حماتي، ده انت زي القمر من غير اي حاجه. ميرسي يا عدوله حبيبي. يلا اخلصي. اهلا وسهلا، منور والله يا استاذ منير. يا سلام، ايه النور ده؟ مش عارف المجامله دي لازمتها ايه، ما كنت جبت المأذون وخلصني.
ولا مفيش قبول؟ لا ازاي بقى مفيش قبول؟ ان شاء الله القبول موجود، هي بس طالبه انها تشوفك وتتعرف فيك، مفيش حاجه يعني. مساء الخير. يا مساء النور. يا رب احفظي بقى عليكي. طيب استاذن انا بقى، يعني مش معقوله هقول لكم اروح اعمل شاي والحركات دي انتوا كبار يعني. استاذن انا قبل ما المرور يقفل يعني. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا الجعمز. اتفضل يا اتفضل اتفضل حضرتك. اتفضلي. حضرتك بقى قاعد هنا ولا شوية في مصر وشوية في البلد؟ أنا هانم شوية كده وشوية كده، لكن بعد كده أنا هبقى هنا على طول. هتبقى هنا على طول يعني إيه؟ أنت ما عندكش شقة؟ لا يا هانم، ما عندي الشقة، أنا عندي فيلي. فيلا؟ يا سلام، برافو برافو عليك. ودي بقى اللي هنستقر فيها على طول بعد الجواز، ولا انت ايه رايك؟ الراي رايك. يعني تجيب المأذون. شوف بقى، انا اصلا عندي شويه تحفظ على المأذون ده. مش فاهم ايه يعني. تقصدي مش لادد عليكي مأذون المنطقه، عايزه مأذون تاني؟ لا لا لا، انت مش فاهم، انا اصلا حكايه المأذون دي انا ما برتاح لهاش. طب هنتجوز فين؟ في السوبر ماركت؟ انت من خفيف ده ياخدش عليك وعلى ايدك. انت دم، انا احب الراجل اللي دمه خفيف قوي. دم خفيف ايه؟ هو تجيل ايه يا هانم؟ انا دم نشف. انا بدات اقلق. وفين الاستاذ عادل؟ ايه الحكايه يا هانم؟ بص، يعني انا بحب الجواز العصري، يعني الناس بره بيتجوزوا كده عشان في ثقه ما بينهم، فاهم يعني؟ لا مش فاهم. انت بتقولي ايه يا هانم؟ حاجه ايه وثيقه ايه؟ انا بقى واثقه فيك، لان انت شكلك كده ابن حلال خالص. يعني اسحبك من يدك ونروح؟ لا انت مش فاهم. انا قصدي يعني انت ما سمعتش عن حاجه اسمها جواز عرفي؟ بقى انا المعلم المنير بعد العمر ده كله اتجوز عرفي؟ اعوذ بالله. وبعدين واحده في سنك انت كده تعمل كده؟ امال العيال الصغنططين يعملوا ايه؟ لا لا لا، انت فهمتني غلط خالص، انا ست محترمه. محترمه ايه ونيله ايه؟ افرضي يا هانم الورقه دي ضاعت، عايش في الحرام؟ لا انا عندي نسخه، انا معايا نسخه بتاعتي. افرض اتنين ضاعوا، هنكتب اتنين جداد يا اخي. اعوذ بالله، انا مستحيل اعمل حاجه زي كده، ده حرام حرام. استنى بس، حرام. استنى بس يا استاذ منير، استنى. في ايه بس؟ ده حرام. يمكن مش حرام يبقى مكروه مثلا ولا حاجه. انت بتزعق ليه؟ بزعق ليه؟ شوفوا الست المصونه بتقول ايه وبعدين تبقى كلمني. قال بيت محترم قال. لا 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 شميم، ما اسمحلكش ابدا. تسمح لي ولا ما تسمحليش؟ انا ماشي. فين الباب؟ اهو اهو الباب. انت عملتي له ايه؟ ولا حاجه، قلت له نتجوز. طيب وايه المشكله؟ نتجوز عرفي. ايه؟ تتجوزي عرفي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بنتي ده؟ ودي فيها ايدي كمان؟ فيها ايه ايه؟ يعني انت باباكي ومامتك رافضين الجوازه فهتتجوزوا من وراهم عرفي؟ ما هو انا لو اتجوزت رسمي المعاش بتاعي هيروح. اه صح. طب وايه المشكله؟ ما هو الراجل هيصرف عليكي. يا سلام، وافرض بقى ان شاء الله طلقني، اتشحطت انا وبنتي ونشحت لوحدينا في الشوارع؟ لا ما تقلقيش، مش هتشحطوا لوحديكوا، احنا هنشحت معاكوا طبعا. طب انا ومش مهم، بنتي بقى دي ذنبها ايه؟ انا عايزاها تتربى. ايه ده؟ وانت اكتشفتي دلوقتي انها عايزه تتربى؟ بص بقى، انا مش مستعديه ان انا اخاطر بمستقبلي، كفايه قوي بقى اللي انا فيه. عموما سيبين، انا هتصرف، انا هحاول اقابله وافهمه. لا احاول ايه، ده انا لازم اقابله وافهمه. المهم ان انت تمشي بقى، يعني تتجوزي ان شاء الله.
يا رمزي. حزمت البضاعة بتاعت المعلم منير؟ يا دولة ده زبون لقطة، يعني باعهم لنا امبارح وجاي يشتريهم النهاردة. انت بتركز ليه؟ انت تنفذ اللي مطلوب منك وخلاص، مش مطلوب منك تركز خالص، اتفقنا؟ اتفقنا. لا مهم، عايزك تركز معايا جامد قوي. الشنطة دي ها فيها هدوم صعيدي وفيها شنب، عايزك تلبس هدوم الصعيدي دي وتلزق الشنب وتجيلي على طول. ايوه دولة، بس يعني انا عايز افهم، يعني دلوقتي البس الشنب والزق الهدوم ازاي؟ يعني ليه يعني؟ هدوم ايه اللي هتلزقها يا غبي؟ هتلزق الشنب، الشنب ده هتلزقه كده اهو على خلقتك. ماشي، عارف تلزقه بايه؟ عارف الغيره الحمص اللي هو بتاع النجارين ده؟ تجيب شويه كده اهو وتغليهم، وبعدين تاخد منه وهي سخنه تقوم لازق الشنب، واللي يفضل يبقى اشربه. يلا اتكل على الله وهتجيلي على هنا اهو، وتقول لي انا جاي طالب ايد الست مجيدة حماتك. سهله دي؟ سهله جدا يا دولة، انا جاي طالب ايد الست مجيدة حماتك. سهل. بس بالصعيدي بقى، بتعرف تتكلم صعيدي؟ ايوه طبعا. طب وريني كده. اوعى كده ملخت الكوم. الكوم هو ده صعيدي؟ ده فلاح اهبل. يد صعيدي. يلا لازم تاخد نفس، خد نفس. ايوه ممكن اخليك ما تخرجوش لغايه اما تموت، بس تقول ايه بصوت قوي؟ اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ما تطولش الكوم، خليه نص كده يعني. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ما كروتش الكوم برضه، تطولش. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ماشي، ربنا ييسر. يلا اتكل على الله بسرعه. اوعى كده ملخت الكوم. بسرعه بسرعه. الله على الله تنفع الخطه. هو اتاخر ليه؟ الو الو. ايوه ايوه معلم منير، انت بقيت فين؟ انا وصلت اهو. وصلت ايه؟ قربت من البازار يعني ولا ايه؟ انا جوه البازار. جوه وفتحت عليا ليه؟ طب يا معلم اهلا وسهلا. عاوز مني ايه؟ انا مفيش بيني وبينك لا كلام ولا شغل. يا معلم اللي انت عايزه يا معلم، انا عموما بضاعتك كلها جاهزه، ايه لو عايز تاخدها خدها، مش عايز تتعامل معايا تاني براحتك، بس انا عايز اوضح لك الصوره. بس صوره ايه يا راجل؟ صوره ايه؟ ما الموضوع واضح خلاص، الموضوع بح خلص خلاص. ماشي خلص خلص، بس انا عايز افهمك ان الست مجيده اما قالت لك انها عايزه تتجوزك عرفي ما كانش عشان حاجه وحشه، عشان المعاش بتاع جوزها ما يروحش عليها. ما يروح يا اخوي، هي هتتجوز راجل ولا راس كرومبي؟ ايوه اكيد راجل طبعا يا معلم، بس افرض يعني انفصلت ولا طلقتها، تعيش منين الست يعني؟ يا سلام يا اخويا، احط لها وديعة كده في البنك ومن ريعه تاخد اكتر من المعاش. يا نهار ابيض، ده كده يبقى تمام قوي، يبقى مش محتاجه المعاش فعلا، كده ممكن تتجوزه رسمي. رسمي رسمي على بركه الله، اجده انتوا ناس محترمين. ايوه امال انت كنت فاكر ايه بس يا معلم؟ عارف الست مجيده دي من ساعه ما جوزها الله يرحمه اتوفى وهي ما شافتش الشارع بعينيها؟ شوف المهر والشبكه اللي هي عايزاهم. والله كده يعني، ده انا خلاص قربت اعيط، ده كتير والله يا معلم. وكمان الفيله بتاعت مصر الجديده هكتبها باسمي. كده هعيط خالص يا معلم. ماشي ماشي، والله ربنا يبارك لك يا معلم، الف شكر. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى اوعى كده ملخت الكوم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. خلاص يلا خلاص يا بنت كده على الله. يا استاذ دوله، انا طالب يد الأنسة حماتك. أنسة حماتك؟ امشي خلاص. بقول لك ايه يا معلم؟ ايوه يا معلم. وصلي هناك، انت شفتها فيها؟ يوه او مش يوه يعني، ما فيش حاجة. يلا اتكل على الله. يوه اصبر انت يا استاذ عادل، انت شفتها فين يا معلم؟ اني يومات بنتقابل يا معلم. ايوه، واذا ربما بروح لها البيت. ما يقصدش يا معلم، والله ما يقصد يا معلم. لا يعني بص حضرتك على فكره، بص بقى انا هقول لك من الاخر، الواد ده اساسا الواد رمزي اللي شغال معايا هنا في البازار، وهو متنكر عامل صعيدي اعدل عينيك خلاص، والشنب ده بص لازق اهو. لازق انت؟ لازقه بايه؟ انا يا استاذ عادل، انتوا علشان تسطروا على البنيه دي لازم تجوزوها لي. تجوزوها لي؟ لا اكده بقت بصرميت. الحمد لله ان ربنا انقذني من الجوازه دي. استاذ عادل، البضاعه دي مش عاوزها، وكمان الفلوس مش عاوزها. سلام عليكم. بقول لك ايه، مفيش سلام عليكم. اوعى كده بدك تعذر ميه.
دولا هو مش لا دولا دولا يا دولا اوعى كده ملختي الكون مش خلاص اوعى كده ملختي الكون مش خلاص ما قلت لك خلاص ما قلت لك روح ده كده انا مش كامل دولا شرفاء بسرعة الإبلاغ عن أي مواطن غير صالح بيأوي فراغ في منزله أو تلاجته، وإن العد التنازلي للغرامات هين وذلك لظهور مرض خطير يدعى أنفلونزا الطيور، والمواطن اللي هيبلغ عن أخوه المواطن هيطلع مصلحة حلوة. كده يبقى تلاعب بأرواح الناس. دي إشاعات، ما يسيبوا الناس تذبح وتاكل، هي الفراخ هتعطس كمان. ما ينفعش يا طنط، لانه ثبت علميا ان جيل التسعينات من الفراخ نقاهته المناعيه في تدرج مستمر الفتره اللي فاتت. انا مش صعبان عليا غير الكتاكيت، مامتهم ماتت والراجل بيبيعهم قدام المدرسه. بقول لك ايه، اوعي تيجي جنب الراجل ده ولا حد تشتري منه كتاكيت، فاهمه؟ ده كتكوت يتيم ومامته عيانه. هلا بقولك اسمعي الكلام، انت عارفه انت ممكن لما تقربي من جنب الكتاكيت دي هيجيلك انفلونزا الطيور، هنديكي حقنه قد كده وهتوجع. طب ما يدوا الفراخ حقنه ويدوها دواء وتخف. ما ينفعش يا طنط اللي حضرتك بتقوليه ده، لانه ثبت علميا ان انفلونزا الدجاج تشبه في تكوينها طائر الحرباء من حيث تلونه وتكيفه مع الواقع. الواقع بقى ان الفراخ دي وقعت خلاص في شر اعمالها، انا اساسا مش مقتنع بيها ككائن. يعني طول عمرك يا عادل نقرك من نقر الفراخ. مش مساله نقري من نقرها، يعني مثلا الفراخ دي يا جماعه ككائن عندها جنيحه وما بتطيرش، ايه مكسله تطير يعني تستهبل؟ لا طبعا يا عادل انت اللي بتفتي، الفراخ كان طول عمرها بتطير وبتحلق عالية، لكن للاسف نتيجه التغير الهرموني اللي حصل لها ضمور في اجنحتها اليمين. اجنحتها اليمين؟ طب خدي دي بقى عندك، الفراخ دي بتبيض اساسا وتسيب البيض بتاعها في كراتين، ازاي اامن لوحده بتفرط في ضناها بالشكل ده وبتسيبه يعني؟ على فكره بقى انت لازلت مش فاهم وجهه نظر الفراخ. وجهه نظر فراخ ايه بس؟ فراخ ايه اللي عندها وجهه نظر؟ طب خدي دي، الفراخ دي الديك بيبقى على علاقة بكل الفراخ اللي في العشة في نفس الوقت، فين كرامتها الفرخة دي؟ بصراحة بقى في دي انت معاك حق. عشان كده يا جماعة احنا لازم نأمن مداخل ومخارج البيت، هركب عليهم كلهم سلك، والكالون بتاع الباب كمان هيتغير عشان نتجنب اي شنة هجومية من الفراخ. ايه الشنة دي؟ اه طبعا مش الفرخة لو عندها انفلونزا الطيور بتشن، واهم حاجة يا جماعة بالنسبة لجناح الفرخة محدش شكله خالص، لانها اكيد ما بتشن بتمسح في جناحها. بالمناسبة دي انا اتفرجت على فيلم وثائقي قصير اسمه الطيور، بيتكلم عن شوية دجاج قاموا بمهاجمة جزيرة. ده المرة دي بقى مش بيهاجموا جزيرة، ده بيهاجموا مصر كلها. عشان كده اعلاميا لازم نتجنب يا جماعة اي تعامل مع اي حاجة فيها طيور، يعني مثلا بالنسبة للافلام مش هنتفرج على الدنيا على جناح يا ماما، ولا الفيلم الثاني اللي هو بتاع ديك البرابر، ولا طيور الظلام. حطوا الحاجة هنا بسرعة واد انت وهو. ايه ده؟ ايه معلمة بدرة ده؟ والله نورت المحل. وايه ده كله ده؟ دي فراخ. طب ليه مكلفة نفسك بس كده؟ يلا واد انت وهو امشوا راقبوا الطريق. على ما اكلم المعلم وراوز. موري موري. بص بقى يا معلم رمزي، البلدية مبهدلة الدنيا وتفتش على الفراخ عاطل على باطل. يمكن يكونوا عايزين يعملوا شوربة. هو عارف شوربة خلاص، دول ناويين على الشر وعايزين يجيبوا المحل ضرفه. قول لي بقى، انا عايز اعرف مين اللي قال ان الفراخ فيها انفلونزا. انفلونزا؟ آه. ما دي غلطتك برضو يا معلمه، اكيد كنت بتسيبيهم مش متغطين وهم نايمين بالليل مثلا. قول لي يا معلم رمزي. قول يا معلم، انت ليك في الفراخ؟ يعني انا ما تحرجنيش بقى يا معلمه بدره بقى. بتحبها بقى عتقيه ولا بداره؟ يعني انا خايف اقول بداره تبقى بجحة مني بقى. اكيد يا واد. بص بقى يا معلم رمزي، امور خالتك بداره هتتفق معاك اتفاق،
بس على شرط الاتفاق ده يكون اتفاق رجال. طبعا، امال يعني اتفاق فراخ؟ بص بقى، انا هاخد القفصين دول ادخلهم عندك جوه لغايه بكره الصبح، واجي الصبح اخدهم لغايه البلديه دي ما تنزاح، وبعدين انا هجيب لك جوز فراخ هديه من غير ولا مليم. ايه رايك؟ ايه ده، جوز فراخ ليا انا لوحدي؟ آه. يعني ممكن مثلا اقعد العبهم واحط لهم ميه ورز وكده؟ موافق. ماشي في ايه؟ لا يعني ماشي يعني موافق، مش ماشي يعني. عادي يا ام ميرفت. الله اكبر يا اخويا، الله اكبر. اللي قولي لي يا ام ميرفت، انت بلغتي عن كام واحد؟ 5. وعرفتي بقى ازاي انه عندهم فراخ؟ يوه يا مجيده يا اختي، احنا مش جيران وسرنا كلنا مع بعضينا. جيران وهي باعت جيرانها عادي يعني؟ في ايه يا سعادل، مش لمصلحتهم يا اخويا، مش بدل ما يضروا نفسهم ولا يضروا جيراننا ولا يضروا اللي حواليهم؟ وبعد البوباء ده اللي بيتكلموا عليه في الجراد والتلفزيون، يعني انا غلطانه؟ بصراحه انا معاكي يا ام ميرفت، لان الحتميه التاريخيه بتحتم التضحيه بالفرد من اجل المجتمع. فرد ايه المجتمع؟ ايه دي باعت جيرانها بياعه بياعه يعني. بقول لك ايه يا ام ميرفت، انت عرفتي ان ام شيماء قبضوا عليها؟ يا لهوي، لحقوا يمسكوها؟ ده انا لسه مبلغ عنها من ساعة. بص يا ام ميرفت، اكيد اللي انت بتعمليه ده صح، عايزة تحافظي على العمارة وعلى السكان وعلى نفسك، بس يا ترى بقى عملتي ايه في الفراخ اللي عندك؟ دول حبيبي. عايز ايه؟ افتح دولة، افتح دولة، ده انا جاي واجب معاك يا عم رمزي، ما انساش اخوه حبيبه. انا عايزك تنساني، انساني يا رمزي، انساني. يا دولة، رمزي بتبقى اللقمة في بقه يخرجها من بقه ويحطها في بق اخوه. الله يقرفك، رجعها في بقك تاني يالا. ما تخافش يا دولة، دي مش لقمة عادية، دي لقمة بقى ممكن يتعمل عليها فتة وشوربة وكوارع وهتبقى ليلة يا دولة. لقمة ايه دي يا عم الساحر؟ مفاجأة. اخلص. هتعمل لي ابراهيم الطاير جاي بيه، وريه طن 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 طن. يا نهار اسود، ايه اللي انت جايبه ده يالا؟ ايه دول؟ ايه يا عم اتخضيت كده ليه؟ هي قنبله ولا ايه يا عم؟ دول حيالنا جوزين فراخ بداره. يا ريتها كانت قنبله، جايب لي فراخ. انت عايز تموتنا كلنا؟ انت ما سمعش عن انفلونزا الطيور يالا؟ اديك قلت بعظمه لسانك يا دول. انفلونزا الطيور؟ الفراخ بقى مالها ومال الطيور يا عم؟ الطيور بتطير، الفراخ بتربط يا دول. مين؟ ايه يا شغال عند البوليس دي ولا ايه؟ دي اللي مشغله البوليس ده لغايه دلوقتي قبضة 8-7 انفار، احنا التمنين. دي التمامن. طب ما انت كده ترتيب كويس يا دولة. ايه هو احنا هنتحبس في الاولمبياد؟ ترتيب كويس ايه؟ يلا بسرعه شيل البتاع دي وتعالى معايا، تعالى معايا يا جماعه، حد يفتح الباب يلا بسرعه. حاضر يا بسرعه. دولة بسرعه ليه بس؟ خش خبيهم تحت السرير بسرعه يا عم، تحت السرير كده هيفطسوا يا دولة. صعبان عليك الفراخ ومش صعبان عليك البني ادمين. بسرعه عيني. تمام يا عم، تمام. استنى بقى نشوف المصيبه الثانيه اللي بره دي. يلا يلا، انت واقف ايه؟ صعبانين على ايه؟ صعبان. تعالى تعالى تعالى. رانيا يا حبيبتي، انا بقى عايزه اسالك سؤال. انا عايزه اسالك سؤال يا اختي مهم قوي، عشان انت بقى الحلوه الجميله كده. هو المكرونه البشاميل دي لازم تتعمل بالمكرونه المقصوصه، مش ممكن بلسان العصفور؟ والله كنت مامة ميرفت كبشاميل يعني. آه. انا عمري بصراحه ما عارفه اعملها ابدا، ما فهمش فيها اي حاجه. حضرتك ممكن تسالي فيها كبشاميل طنط انعام، هي ادرى مني. قولي بقى يا انعام جاتي، المكرونه دي لازم اعملها بلسان عصفور؟ ممكن اعملها بلسان عصفور يا اختي؟ لسان عصفور ولا دبور كله بيتاكل؟ لا لا لا، دبور ايه اللي بيتاكل؟ لا طبعا يا ماما. بصي حضرتك يا ام ميرفت، يعني هو لازم تبقى مكرونه مقصوصه، واحسن حد بيبيع المكرونه المقصوصه واحد اسمه الناطع. الناطع ده بقى موجود في باب الخلقه، تطلع
على الناطق تجيبي منه أرخص بخمسين قرش من برا السوق. وعنده يا حبيبي المكرونة وسال عصفور سايب؟ عنده سايب وممسوك وعنده لسه جوه العصفور وكله يعني. أيوة دولة، بس ده المحل ده بعيد ولو راحت له دلوقتي ممكن تلاقيه قافل يا عم. انت مالك انت مالك انت جاي دلوقتي تعقل وخلاص اسكت خالص. ايه ده يا اخوي؟ ايه الصوت ده؟ لا 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 مفيش ده ولا حاجة يعني، مفيش حاجة يعني خلاص، مالكيش دعوة انت يا ممرضة. في أي أنعام يا أختي؟ الحقني يا عادل! في ايه يا رانيا؟ في ايه؟ ايه اللي جاب الهباب ده هنا؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، كله هيبقى سليم ان شاء الله، بس اهم حاجه توطي صوتك والنبي يا رانيا، ام ميرفت بره وبتدور على الثمن اللي هتسلمه. طب اتفضل شيلهم من هنا دلوقتي حالا، شيلهم من قدام. يا رانيا انا مش فاهم بس ايه اللي قال ايه، الابحاث العلميه اثبتت ان انفلونزا الطيور. انت هتشيلهم ولا لا؟ خلاص خلاص هشيلهم، بس وطي صوتك والنبي عشان ام ميرفت لغايه اما تغور، بس انا هتصرف هتصرف. اوكي يا رمزي. يا دول شيل الزفت دول من هنا بسرعه بسرعه. هتطبخوا من هنا؟ بقول لك ايه، بقول لك انت بتاع التشيل الزفوده دي من هنا. ايه اللي شيل الزفوده دي من هنا؟ انت اول مره تشوف الفراخ مش عايزه تطبخهم؟ خلاص ما تطبخهمش، لكن دي النعمه. ما حدش يشيل الفراخ بعد كده. ايه ما حدش يشيل الفراخ؟ هي الفراخ دي بنت خالتك، هتعمل لي فيها ديك يا قد. شيل الفراخ وامشي يلا. ماشي يا رامي ماشي. يلا استنى 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 بس ما اشوف الاول ام ميرفا دي مشيت ولا لسه. استنى مشيت يا غبي وانا لسه شفتها. مشيت. تعالى تعالى ظلمي. غبي جدا غبي جدا. بص الفراخ دي زي ما جبتها روح ارميها مكان ما جبتها يلا. لا يا عم قلبي ما يطوعنيش، اخلى بيهم. تخلى بيهم ايه؟ هم قرايبك، ما تتكل على الله، روح ارميهم في اي حته يا عم. طب بص يا دولا انا هروح احطهم ابيتهم يعني مع اخواتهم في البازار. بازار؟ عقلك انت في غيرهم في البازار؟ كتير يا دولا كتير. مين؟ انت تعالى نخبيهم في اي حته. يا جماعه يا اخوانا اللي في البيت، اي حد يفتح الباب. في ايه بس مش فاهم؟ انت مش فاهم وعمرك ما هتفهم، احنا عايزين نخبي الفراخ دي. نخبيها فين؟ نخبيها فين؟ بص تعالى حطهم هنا حطهم هنا. صح دول صح. بسرعه بسرعه بسرعه. بس شيلوا 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 من هنا شيلوا من هنا. تعالى تعالى حطهم هنا. اه صح هي هي يا غبي صح. ايه بس دول؟ انا عندي فكره دول. إيه؟ احنا نعلق الفراخ هنا اهو على الشماعه. ها كده اهو. ده على اساس بقى مجيده وهي خارجه تلبس لها اي فرخه منهم. هي خبي هي خبي الفراخ اللي نعلقها على الشماعه. بس بس اهي احنا نعمل اهو خن كده. يلا بينا نشوف بقى بتاعت البشاميل دي. انت شلتوا انتوا يا دول عدم الاستقرار مش حلو الفراخ يا دول. افرض حد دخل ولقى الفرخه بتبيض يبقى موقف الفرخه ايه ساعتها؟ يعني خايف تخدش حياء الفراخ؟ طبعا حطهم مش نافع معاك. تعال تعال اقف من فوق ده، نفسي من زمان اطول وشك. يعني اشيل لك العمدان اللي في العماره كلها. قولي لي يا مجيده يا اختي، هو انا لازم احط المكرونه البشاميل لبن حليب؟ يعني ما ينفعش لبن البودره بتاع البت بت ميرفا اللي كانت بترضعه لابنها ميدو؟ الله انا ما كنتش اعرف ان ميدو كان بيرضع رضاعه صناعي. لا ده رضع زراعي. ليه يا دوله هي كانت بترضعه برسيم؟ انت مش اخوه في الرضاعه ولا ايه؟ السلام عليكم. كويس قوي انك جيتي. اهي دي بقى يا حبيبي اللي هتدلني. ليه انت تايهه ولا ايه؟ ايوه تايهه.
ايوه اصلي هي يعني بتفكر تعمل المكرونه بالبشاميل ومش عارفه ازاي. طب انا مالي بشاميل؟ استنيني بس يا سناء استنيني. الله يخليك يا بنتي، انا احترت واحتار دليل. بصي المكرونه البشاميل لازم احط لها لبن حليب، يعني ما ينفعش لبن بودره. بشاميل؟ هو انت عندك عيد ميلاد وعايز تعملي تورته؟ انا مالي، انا جايه من الشغل والمواصلات والزحمه والقرف، تقولي لي عيد ميلاد بشاميل؟ يلا 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 يلا. لا يا اختي هدي شويه، هو انا جايه اشحت منك ولا ايه؟ يعني عاجبك كده يا استاذ علي؟ لا لا طبعا مش عاجبني. لا لا ده انا زعلانه يا استاذ علي. لا 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 عيب. طب والله ده انا زعلانه. ده انت جارتنا يعني. ده ينفع يعني يا استاذ علي؟ لا ما ينفعش طبعا ما ينفعش. لا والله ده انا زعلانه منك يا سلام. لا تزعلي ولا حاجه. هو في حد في حد بيصرخ؟ لا 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 ما فيش، ده تحت في البدروم. في البدروم تعالى يا غبي تعالى تعالى. يا غبي ما هي الصوابع عامله لك كده عامله لك كده، افهم خلاص يا جماعه ما تقلقوش، دول هيمشوا دلوقتي حالا، انا ما اعرفش عنهم حاجه، هو الزفت ده هو اللي جابهم. ارمي الزفت ده والفراخ دي في الزباله. ما هو لو رميهم في الزباله هيفضلوا يكاكوا في الزباله. خلاص يرميهم في المسرح. لا ده انسب العايز كده غير حضاري كده ناذي غيرنا. يا اختي ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. يا نهار اسود، هتخلي امي تحطني تحت رجليها؟ انا هتصرف يا جماعه ما تقلقوش، انا هتصرف. تعالى تعالى يلا استنى تعالى من هنا. غبي 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 الواد ده. استنى هنا هراقب الطريق وبعدين اقول لك يلا يلا يلا. طيب لا انا اللي هقول يلا، انت ما تقولش يلا. طيب يا دول يلا بقى. ما تقولش يلا خلاص، انا الاقي الطريق كل حاجه تمام هقول لك يلا. ما تقولش يلا. يلا بقى. اثبت مكانك، اثبت مكانك منك. لو احنا جمعيه مكافحه انفلونزا الطيور، ها بقول لكم ايه، احنا تنبيه ونبهنا تحذير وحذرنا، غرامات وغرمنا، نعمل ايه بقى تاني؟ ها حضرتك يعني احنا برقه، احنا برقه ما حصلش مننا اي حاجه يا باشا. مش كده؟ مش كده صح. وقعت يا ممرض بقى، انت بقى عماله تبلغي الناس وعندك عشه وبتبلغي عن العشش وتبلغي عن التقفيصه، ها وانت بيتك مليان مزرعه فراخ صح؟ حضرتك انت فاهم غلط. دي ام انا. انت مرفت؟ مرفت عدم المؤاخذة يعني البيت فيه ست ستات ما فيهمش ولا واحدة مرفت حضرتك. يعني انا دلوقتي يعني عايز افهم اعمل ايه، يعني انا هرجع فاضي يعني بقى ولا ايه؟ انت ايه جايب ميكروباص وجايب تملاه ولا ايه؟ حضرتك ام مرفت موجودة في الشقة اللي قدامنا كده اهو. ايوه كده اهو. هاتوها هاتوها بسرعة. حضرتك يعني علمك واضح ان البلاغ صحيح، لان على حسب علمي ان ام مرفت كانت بقالها فترة عايزة تعمل مكرونة بشاميل، وطبعا حضرتك سيدي العارفين ان مفيش دخان من غير نار، فبرضه مفيش بشاميل من غير فراخ او من غير بيض. كلامك املك. في ايه يا جدعان كده؟ وهو الله احنا بنبيع ممنوعات ولا ايه؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش انا اهو. الله جاي في ايه يا سعاده؟ يخرب بيتك يا ام كوثر، هي اللي فين الفراخ دي؟ هي اللي حطت الفراخ دي عندي في اي بيت؟ بقول لك ايه يا ست الحاجه، بصي احنا مسكنا كوثر ومسكنا ام كوثر، واحنا بقى راصدينك، ها راصدينك وراصدين الفراخ دي من ايام ما كانت كتاكيت يا اختي. ايه جمعيه الكرتون اللي انتوا فاكرينها دي؟ واضح ان سيادتك جالك انفلونزا طيور، خلي بالك. بس احنا متشكرين جدا. العفو. احنا اسفين جدا والله. لا 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 عادي، احنا ياما بنتعرض للازعاج. اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وانا يا سعاده اللي هعملوا معايا ايه؟ هيحبسوكي طبعا، مش مخبيه الفراخ عندك، هيحبسوكي مش مبلغه في سبعه انت الثامنه. سلام عليك يا سعاده. يلا يلا اطلع بره، يلا اطلع بره اطلع بره. يا رجل يلا يلا. استنى 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 حضرتك، خد دول كمان معاك بعد اذنك. لا يا دول 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 بتوع ام مرفت برضه. اتفضل. دول ده مين؟ استهبل يا دول بقى ده. خلاص يا عم انا هروح اسحب لنا جوزين فراخ من اللي في البازار ده، والمعلمه بدره مش هتحس باي حاجه، وتبقى كده اتعوضت. ده كده مش اتعوضت،
ده كده اتعورت. ايه ده دول؟ تعالى لي بقى. تعالى لي. لا دول لا لا لا. هبطحك هبطحك. لا دول. احدف يا دولا احدف. احدف. يا غبي انت مش عارف ان انا هضربك؟